أو إشعاع الوطني للمغرب، أيضا في أن تشكل فضاء للتواصل بين كما سبق أن أشرت فعاليات مهنية. كما تلاحظون هنالك عدد من الطاقات الإعلامية حاضرة في هذا المنتصف لمناقشة عدد من القضايا الأساسية، القضايا المرتبطة بالصحافة الإلكترونية، المرتبطة بالمرأة والإعلام، المرتبطة بالوحدة الوطنية والإعلام، المرتبطة بالمهنية وأخلاقيات المهنة ومستقبل النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية. هذه قضايا أعتقد أن هذا الملتقى الدولي يمثل فرصة. هذا الملتقى هو اللي تشارك بين الجامعة، جامعة مزهر بأكادير، و المديرية الجهوية للاتصال. هذه الشراكة انطلقت تقريبا منذ مدة، خاصة وأن جامعة بن زهر استطاعت أن تحتضن أول ماستر على المستوى الوطني في مجال الصحافة. الآن بالنسبة إلينا هذه الشراكة هي أرضية ننطلق منها لتكون هذه الجهة نموذجا في بروز صحافة جهوية، سواء ورقية أو إلكترونية أو سمعية بصرية، قادرة على مواكبة ورش الجهوي. سيد الوزير، في إطار ما هو المشروع الذي تشتغل عليه الوزارة في إطار صحافة القرب؟ من المتعارف عليه الآن أن الإعلام أخذ طبعا مركزيا، وحتى الدعم الذي يوجه إلى الإعلام في إطار مركزيا، يعني في إطار صحافة القرب، ما هي الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة؟ أولا هناك دعم الصحافة الجهوية ورقية أو إلكترونية، وتم تقوية ذلك على مستوى عقد البرنامج الجديد الذي وقع في شهر مارس الماضي. ثانيا اعتماد سياسة التكوين تتجه مباشرة لتلبية حاجيات المشتغلين في الصحافة الجهوية. مثلا على مستوى أكادير تم توزيع الثمارة على مستوى المشتغلين في هذا المجال. الأجوبة الآن تتم دراسته من أجل اعتماد مخطط مندمج التكوين، سينطلق قريبا هنا في الجهة. أيضا هنالك العمل على تطوير يعني الإطار القانوني الخاص بإذاعة القرب. جهة أكادير الآن تدرس مشروع إذاعة تربوية لمحاربة الأمية، وهذا الأمر يعني تعترضه بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بقانون اتصال السمع البصري. نحن واعون بهذا الأمر ونعمل على تجاوزه. أيضا هنالك دعم الأنشطة التواصلية والإشعاعية. كان عندنا لقاء قبل مدة مع هنا على مستوى الجهة مثلا، التي تتوفر على أزيد من 30 مراسل للصحافة الوطنية، تتوفر على أزيد من حوالي 20 موقع إخباري، وتتوفر على نسيج من جرائد الجهوية منها النشطة ومنها يعني تقريبا المتوقفة حوالي تقريبا 20. كل ذلك يمثل بالنسبة إلينا رصيد. هذا الرصيد هو الذي نشتغل عليه حاليا حتى نستطيع كما سبق أن قلت أن تكون صحافة الجهوية عامل، لأن هي صحافة القرب وليس فقط على المستوى الورقي أو الإلكتروني، بل أيضا على المستوى السمعي البصري، أن تواكب ورش الجهوية وأن تكون فاعلا في تنزيله. لا تعليق لدي. سؤال آخر متعلق بالكتاب الأبيض، ما هو جديد يعني هذا الكتاب خصوصا بعد لقاء الأخير لقاء 4 فبراير، ما جديد صدور هذا الكتاب؟ الكتاب الأبيض الآن جاهز، يمكن أن يكون في غضون هذه الأيام على الموقع الإنترنت الخاص بالوزارة وأن يعمم. الكتاب الأبيض هو نتاج عملية تشاركية انطلقت باللقاء الدراسي الذي نظم يوم 10 مارس 2012، حضره ممثلون من حوالي 250 موقع إلكتروني. كانت هنالك عدد من الورشات خلصت إلى توصيات، دراسة تلك التوصيات وتعميق البحث حول يعني الإجراءات الكفيلة بتنزيلها. يعني كان نتاج عمل لجنة علمية رأسها الأستاذ عبد الوهاب الرامي، وهذه مناسبة للإشادة بدوره وبأدائه. اللجنة قامت بصياغة ذلك في إطار كتاب أبيض. هو الآن الموضوع يؤثر السياسة، سياسة وزارة الاتصال من أجل النهوض بهذا القطاع الرائد والحيوي. في نفس السياق هنالك الإشكالية المرتبطة بالاعتراف القانوني،
مشروع مدونة الصحافة والنشر سيتضمن باب خاص بالصحافة الإلكترونية يعزز منظومتي الحرية والمسؤولية على مستواها. أيضا هنالك عمل يهم الاعتراف القانوني على مستوى المنشآت الإلكترونية يعني المحدثة، حيث تحقق الآن هذا الأمر وهنالك مجهود في المواكبة والاستجابة لحاجية التكوين المتزايد. المئات من المواقع الإلكترونية حوالي 500 موجود يعني تطرح حاجات ملحة على مستوى التكوين والتكوين المستمر. نحن مدعوون وملزمون كوزارة للاستجابة لهذه الحاجيات إن على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي. سيد الوزير سؤال أخير، غير السؤال في خصوص هو سؤال حيوي وأساسي في نفس الوقت بخصوص الدعم الموجه إلى الأندية، ما نقولش الجرائد والإطارات يعني الأندية والاتحادات الحقوقية الصحفية، يعني واش كاين شي هنالك سياسة موجودة؟ الطلبات التي تقدم تدرس على مستوى الوزارة من قبل المديرية المعنية وعامة يتم الاستجابة والتفاعل الإيجابي معها مثل هذا النشاط. صحيح.